وزير الثقافة وبإشراف من السيد والي ولاية خنشلة وبالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية خنشلة ارتأت جمعية إبداع لهذه الفعاليات. وبدون إطالة نستدعي السيدة المديرة للافتتاح الرسمي لهذه الفعاليات. تفضلي يا أستاذ. احنا يشرفنا ويزيدنا شرف أكثر أن الجمعيات المتواجدة هنا معنا جمعيات من مختلف بقاع الوطن، ويشرفني كذلك أنني أفتتح لأول مرة فعاليات صالون بمختلف التقاليد والزربيات. وشكرا لكم، وأعلن بافتتاح هذه التظاهرة وإن شاء الله اللي تكون مش طبعة أخيرة بإذن الله، أو غير إن شاء الله تكون الطبعة الأخرى تكون أحسن وكذلك مؤسسة بإذن الله. شكرا. Спасибо.